انفجار البيتكوين واختراق مناطق المقاومة، ايضا انفجار بعملة البيبي، العملة حاليا عملة ترند، كسر مناطق المقاومة. اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، انا صديقي قناتي مهتمة باهم الاخبار بسوق العملات الرقمية. صفقاتي ناجحة، نسبة نجاح الصفقات اكثر من 95%. صديقي اذا كنت بتفضل هيك صفقات، انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو لتشوف ارباحي بنفسك، وما تفوت على نفسك الفرصة لتاخذ اهم الصفقات الناجحة. البيتكوين اختراق قوي وصعود الى مناطق المقاومة الاسبوعية 68,000. شفنا صعود البيتكوين، الاغلاق الفجوة بمناطق 67,700. وطبعا صديقي السيولة كانت عنا متمركزة بمناطق 65,000. وطبعا نحن خبرنا الشباب على قناة التليجرام افضل مناطق الدخول عند 65,000، وكون حذر من الدخول بمناطق مرتفعة. الى الان صديقي نحن مع البيتكوين محققين ارباح كبيرة. شفنا البيتكوين شباب مع كل حركة ومع كل ارتفاع واختراق مناطق الدعم والتمركز على هاي المناطق مع اعادة الاختبار، منشوف ارتفاع وانفجار للبيتكوين. وطبعا صديقي اذا منشوف خارطة الاكودة، عنا الاكودة بمناطق 70,400، وعنا الاكودة بمناطق 71,200. هاي المنطقة اذا البيتكوين زارة رح يكون في الاكودة العقود اللونج. اما صديقي عن عملة الترند اللي عمل ارتفاع اكثر من 20%، عملة البي بي اتكلمنا عنها بالسابق ودخلنا فيها صفقة عند منطقة 0.408، والان العملة حاليا على اعتاب كسر صفر وارتفاع ضخم بعملة البي بي. وطبعا صديقي هاي العملة مستهدفة من الحيتان، كسر القمة وتماسك، يعني بداية ارتداد من مناطق الحالية لعمل قمة جديدة. وطبعا صديقي عملة البي بي عملت ميم، عملت ضجة كبيرة بسبب تبني المنصات لها. وطبعا صديقي هيك بكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. بتمنى منك صديقي اذا كنت عمال تستفاد من المحتوى، لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى اتاكد عمال بيصلك كل جديد. واذا كنت عمال بتدور على منصة بتدعم اللغة العربية، منصة بتتداول فيها بسوق الفوركس، انا صديقي برشح لك منصة اكسنس. طبعا صديقي هاي المنصة فيها العديد من الميزات، ميزاتها بتنضم لي عن طريق احالتنا بمنصة اكسس، رح تاخد صفقات مجانية بالكامل.